السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوتي الاعزاء، اليوم جبتكم واحد بقعه ارضيه كتواجد حدا بيت الصحافه قريبا شارع مولاي رشيد. المساحه ديال اخوتي الاعزاء، المساحه ديال الارض 117 متر. عند هاد الزنقه فيها يكون فيها 7 متر ونص 8 متر. الطريق كتدي وكتجيب، بغيتي تجي من هاد الاتجاه هذا ولا بغيتي تجي كذلك من هاد الاتجاه هذا اخوتي الاعزاء. هنا جات قريبا الشارع، موقع رائع. الواجهه ديال الارض يعني الفرش هذا ديالها فيها 7.63 متر. غادي يجيوك جوج دبيبان ديال الكراج وباب ديال الدار. الارض ملكيه عدليه، ماشي محافظه، ملكيه عدليه. جات في موقع رائع، اللي بغاها مرحبا والف مرحبا. الثمن كيقول مولاها 6200 درهم للمتر. كما كتشوفوا هنا الدنيا، الهود والأكار، الحومة نقية، موقع رائع قريبا جميع المرافق العمومية. اللي بغاها مرحبا خوتي، جات قريبا ملعب الكرة ديال الزيات. الأرض عند الكروكي ديالها قلنا 117 مترو، الثمن 6200 درهم للمترو. عندها الرخصة تبني ولكن قديمة، ما عرفتش واش كتجدد ولا يمكن لك تخرج يا أخرى. المهم يمكن لك تخرج يا أخرى، هنا كيعطيو الرخصة ديال البني. عندها الرخصة ديال قديمة ديال 2015، مولاها كان غيبنيها وما كتبش. المهم هادي المعلومات اخوتي العزاز، اللي كيهمو الأمر مرحبا وألف مرحبا. هاي بقعة أرضية بالضبط، اللي عجبتو يتصل بيا نعملو الموعد ونجيو نشوفوها، وما يكون غير الخير إن شاء الله. أنا بغيتي تخرج حالك من هنايا، كامبو كرة ديال الزيات. بقعة أرضية هي هادي كما كتشوفوا في الصالة ديالها، مزيونة مربعة. وبغيتي تجي كذلك من هاد الاتجاه هذا كما كتشوفوا، الدنيا نقية، الديور في مستوى الله يبارك. الحومة نقية، قريبا جميع المرافق العمومية، قريبا كلشي. من هنا تخرج بحالك الشارع مولاي رشيد، بغيتي تخرج من مسنانة برانس قديمة. المهم جات في موقع مخير. هانا اخوتي العزاز، ها الشارع من تما كيدي وكيجيب. هاي بقعة أرضية بالضبط فين كاينة. اللي بغاها وعجباتو هاد الأرض اخوتي اتصل بيا، الرقم ديال الهاتف فيه الواتساب، اللي كيجبر الخط مشغول ولا ما جاوبتوشي. هانا كيعطيو الرخصة دبني، خارج الرخصة ديالك وبني السكنة ديالك. تيه بغيتي مثلا تعمل شي مشروع ديال الكرا، كل طبقة تخرج منها جوج ديال بارتمات. هانا خوتي العزاز، اللي كيهمو الأمر مرحبا بالجميع. 117 مترو، أرض ملكية عدلية، ثمن 6200 درهم للمترو. بحالي ساكن في التزيئة دابا، هنا كما كتشوفو الشارع متسع، الكالم، مكينش الضجيج، الصداع. منطقة مزيونة هنايا، عندك قريبا شارع مولاي رشيد، ما كاملاش دقيقة دما كان على رجلك، قريبا برانس قديبة، قريبا كلشي، قريبا أسواق السلام، قريبا مسنانة، قريبا. ما نطولش عليكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبني هنايا شي ثلاثة طبيقات تجيك الدار مخيرة، كراج جوج طبقات، موقع مخير.